السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب. محاضرة اليوم إن شاء الله راح تكون النوع الثالث من أنواع الويلدنج اللحام اللي هو الإلكتريك ريزيستنس ويلدنج، لحام المقاومة الكهربائية. إحنا بالمحاضرتين السابقتين اللي إذا تذكرون أخذنا اللحام وأخذنا النوع الأول من أنواع اللحام اللي هو كان الجاز ويلدنج، والنوع الثاني من المحاضرة السابقة أخذناه الإلكتريك آرك ويلدنج. اليوم ناخذ النوع الثالث واللي يعرف بالالكتريك ريزيستنس ويلدنج، لحام المقاومه الكهربائيه. الالكتريك ريزيستنس ويلدنج طبعا الاي ار دبليو هي مختصر الالكتريك ريزيستنس ويلدنج، فان شاء الله اذا تشوفونها يعني بالمحاضره اليوم وين ما تكون، فهي تعني لي الاي تعني لي الالكتريك، الار ريزيستنس، والدبليو الويلدنج، فهي مختصر للالكتريك ريزيستنس ويلدنج. هاي كارنت طبعا احنا لا تذكرون المحاضره الاولى محاضرات بالمقدمه عن اللحام الوالدين، قلنا انه انواع اللحام اللي هي الثلاث انواع اللي عددناها الاختلاف بيناتهم هو مصدر الحراره. فمثلا بالجاز والدين قلنا مصدر الحراره هو الاسيتايلين جاز تفاعله مع الاكسجين راح يولد لي حراره، او احتراقهم راح يولد لي حراره. والنوع الثاني بالالكتريك ارك ويلدنج لحام القوس الكهربائي يكون مصدر الحراره هو الكهرباء. هنا ايضا هاي مصدر الحراره راح يكون هاي كرنت، تيار كهربائي عالي از باس ثرو ذا ميتال بيسز، القطعتين المعدنيتين اللي نريد نلحمهم راح يمر بهم تيار كهربائي جدا عالي to be joined together and the heat is produced due to the resistance in the electric circuit. يعني مبدأ اللحام المقاومة الكهربائية هو أنه القطعتين المعدنيتين اللي نريد نلحمهم نمرر بهم تيار كهربائي جدا عالي، والمقاومة الكهربائية اللي راح تكون موجودة خلال هاي القطعتين المعدنيتين راح تولد لنا حرارة، ومن خلال هاي الحرارة راح نستغلها في عملية اللحام هاي القطعتين. This heat energy is utilized to increase the temperature of an utilized spot of the work piece to produce coalescence and the applying pressure at this spot till welding takes place. فاللي راح يصير شنو؟ انه هذا التيار الكهربائي العالي اللي راح يمر بالقطعتين اللي نريد نلحمهم، وبسبب المقاومه الكهربائيه الموجوده هنا فمنطقة تماسهم راح يتولد عندي حرارة، هاي الحرارة راح تسبب لي الكوليسنس الالتحام بين هذه القطعتين، بعدها يتم تسليط برشر ضغط على القطعتين يعني ندفعهم مع بعض، فهذا الضغط راح يساعد ويسهل عملية الالتحام بين هاي القطعتين. الكتريك ريزيستنس ويلدنج بروسيس از برشر ويلدنج بروسيس اند نوت ا فيوجن ويلدنج بروسيس. هنا انا اعتبرها نقطة مهمة، هي كفرق بين الالكتريك ريزيستنس ويلدنج واللي خلينا نقول بالغاز ويلدنج. هنا بالالكتريك ريزيستنس ويلدنج يقول هي برشر ويلدنج بروسيس، يعني هي عمليه لحام باستخدام الضغط البرشر، اند نوت افيوجن ويلدنج هي ما يعني ما تستغل يعني او مو عمليه انصهار، عمليه لحام بالانصهار هي. فمثلا بالغاز ويلدنج قلنا احنا التفاعل الاكسجين مع الاسيتيلين جاز او احتراقهم راح يولد لي حراره، هاي الحراره راح تصهر الطرف المعدن اللي نريد نلحمه. هنا لا، يقول لك هنا اتس نوت افيوجن ويلدنج، يعني عمليه اللحام ما تتم بعمليه الصهر، لا تتم باستخدام الضغط. The output of heat in this process can be easily calculated. طبعا الحراره راح تتولد هنا بسبب المقاومه الكهربائيه، ممكن نحسبها من خلال هاي العلاقه اللي هي I تربيع R مضروبه بالT. إذا جينا للآي هي تعني is value of current، هي قيمة التيار، الآر هو المقاومة، والتي هو يعني لي the time during which current flows، يعني الوقت مرور التيار بالقطعة المعدنية. طبعا اكو أربع أنواع من أنواع اللحام المقاومة الكهربائية. The following ERW قلناها اللي هي تعني electric resistance welding process are involved، يعني انواعهم هي spot welding process وكو seam welding process، والنوع الثالث butt welding process، والنوع الرابع هو flash butt welding process. راح نجي انطباع عن هذني كل نوع
على حدة. إذا جينا على spot welding process اللي هو يتوضح لي بهذا الدايجرام بهذا الشكل، فهنا مبدأ عمل spot welding process إنه أنا عندي two electrodes. طبعا القطعتين اللي نريد نلحمهم هي هاي اللي كاتب عليهم هنا warp، هاي القطعة الأولى وهاي القطعة الثانية، هاي النقطة السوداء هي تبين لي نقطة اللحام الالتحام بين هاي القطعتين. عندي two electrodes، هذا الكترود علوي وهذا الكترود سفلي، وطبعا بالالكترود اكو ووتر، هذا الووتر يعني للتبريد للالكترود هذا للقطب هذا، واكو عندي فورس منه وفورس منه تدفع للالكترود، وبالتالي راح يصير ضغط على القطعتين المعدنيتين بهاي المنطقه، واكيد راح يكون عندي هنا دائره كهربائيه اللي نستخدمها في انه راح تمر لي التيار الكهربائي، فراح يجي التيار الكهربائي من هاي الاي سي باور يتحول للالكترود هنا، يمر من الالكترود ومن الالكترود يتحول للقطعتين المعدنيتين. فبسبب الضغط وبسبب التيار والمقاومه الكهربائيه اللي راح تحدث هنا راح يصير عندي تتولد لي حراره، هاي الحراره راح تساعد لي يصير عندي كوليسنس يعني التحام بين هاي القطعتين، مثل ما تشوف هاي النقطه السوداء هنا تعني الالتحام، وبسبب الضغط الفورس او البريشر اللي يجي من على الالكترود العلوي والالكترود السفلي راح هذا الضغط يساعد في عملية الالتحام. فهذا يعرف بالسبوت ويلدنج بروسيس، وطبعا نسميها سبوت هو لحام نقطي لأنه تشوف أنه فقط هاي المنطقة تصير عملية اللحام، المنطقة اللي يكون بها الالكترود مسلط عليها. أيضا هنا عندنا another application of spot welding، يعني تطبيق آخر للسبوت ويلدنج، تشوف هنا قطعتين، هاي قطعة معدنية وهاي القطعة المعدنية الثانية اللي هي كيرف، هذا الكترود وهذا الالكترود. وهنا يتم هنا تشوف هنا بهاي النقطة السوداء هي تتم عملية الوالدنج اللحام. فهي نفس الحالة انه عندي الكرنت سورس هنا التيار الكهربائي يجينا، هنا عندي هذا الكترود سفلي والكترود علوي، واكيد عندنا فورس من الاعلى فورس من الاسفل بضغط وبسبب الحرارة تولد فيصير التحام هنا، وهو المبدأ نفس المبدأ بهاي الصورة هنا نفس المبدأ تماما، الاختلاف فقط في شكل القطعة المعدنية وشكل الالكترود. فهنا هسه نجي هذا الشرح تفصيلي لعملية السبوت ويلدنج، أو شرح تفصيلي لهذا الدايجرام هذا الشكل اللي مثل السبوت ويلدنج بروسيس. فالسبوت ويلدنج بروسيس consists of joining two pieces by placing them between two electrodes، إنها عندي قطعتين معدنيتين مثل ما شفتهم بالشكل، القطعتين المعدنيتين اللي هن هذني، هاي قطعة أولى وهاي قطعة ثانية، نخليهم between two electrodes، هذا الالكترود الاول وهذا الالكترود الثاني، فهذول القطعتين نجي نلامسهم او نطابقهم من النقطه اللي نريد نلحمهم من عندها، وبعدين نجيب هاي نخليهم بين الالكترودز between two electrodes and passing a heavy current، ونمرر تيار كهربائي عالي through them for a very short duration، طبعا وقت تمرير التيار الكهربائي يكون very short فترة جدا قصيرة. This causes the material just below the electrodes to heat up quickly due to the inverting resistance to the flow of the electric current. طبعا سبب انه احنا نمرر تيار كهربائي لفترة قصيرة جدا هذا حتى يساعدنا على انه الحرارة راح تتولد فقط في المنطقة اللي تكون بين الالكترودز، لانه احنا نريد نلحم فقط هاي المنطقة، فالمفضل يفضل انه تكون الحرارة تولد فقط بهاي المنطقة. فإذا طولنا فترة تمرير التيار الكهربائي قد هاي الحرارة تمتد إلى مناطق أخرى بس بالقطع المعدنية، بس إحنا اللي نريده فقط من هاي المنطقة معينة، فنمرر بشكل سريع التيار الكهربائي. هذا التيار الكهربائي وبسبب الانترفيرنج ريسيستنس المقاومة الداخلية اللي تصير عندي بهالمنطقه هاي راح تتولد لي الحراره. When coalescent temperature عندما حراره الالتحام تتولد is reached the current is switched off. بعدها عندما تتولد هاي الحراره حراره الالتحام الكوليسنس يعني الالتحام the current is switched off مباشره التيار الكهربائي ينقطع and the pressure is applied وبعدها الضغط يبدا تسليطه على القطع on the two electrodes. طبعا الضغط يسلط على الالكترودز ومن خلال الالكترودز راح يتم التسليط على القطعتين المعدنيتين. The pressure is released when the spot weld cools out. تبقى عملية انه نبقى مسلطين الضغط على الالكترودز لحين
ما انه السبوت او اللحيم اللي يصير عندنا بالمنطقه الالتحام يبرد. يلا بعدين نزيل الضغط. The portion of the material just below the electrode gets pressure welded. مثل ما قلت لكم انه فقط بهاي النقطه التماس بين القطعتين المعدنيتين اللي يكون بين الالكترود هي اللي راح يصير بها الالتحام ويتم بها اللحام. بالمناطق الاخرى ما راح يصير عندنا لحام. The weld joint is usually in the form of round spot. شكل اللحام بهاي المنطقه راح يكون على شكل نقطه دائريه round spot. If the electric الالكترودز هاف سيركل اوف تيبس. طبعا اكيد راح تكون عندنا راوند سبوت اذا كان عندنا شكل التب او شكل نهايه الالكترود هو شكل دائري. ومن هذا اجانا اسم السبوت ويلدنج، انه نقطه صغيره انه تجينا من انه راح لانه اللحام راح يكون عندنا فقط على شكل نقطه. The electrodes are usually made of، بس نجي للالكترودز مين تصنع بالعاده. فيقول لك the electrodes are usually made of copper من النحاس and are water cooled ومع الماء اللي نستخدمه في التبريد. فاذا تشوفون هنا بالدايجرام مثل ما قلت لكم انه هذا الالكترود وهذا الالكترود، هذا يكون مصنعات من الكوبر، وهذا الووتر اللي يكون بالداخل هنا يكون هو يساعد في عمليه تبريد الالكترود. One of them نقصد انه واحد من هاي الالكترودز may be fixed انه يكون مثبت and the other one is movable والثاني يكون متحرك. Normally AC power is used along with a step down transformer. The two terminals of secondary winding of transformer are connected to the two copper electrodes to complete the circuit. هنا اعتقد هاي موضحه بشكل يعني واضح جدا انه مثل ما تشوفون هذا الاي سي باور، هذا مصدر الطاقه الكهربائيه، يكون مرتبط بالكترود سفلي والكترود علوي. طبعا هاي الالكترود هنا من خلال الشكل ما واضحين، بس ممكن انه يكون احد الالكترود ثابت والثاني متحرك. يتم يعني مرور تيار كهربائي من يجينا من الدائره الكهربائي يمر بالالكترود، ومن خلال الالكترود يتحول لقطعتين معدنيتين. المقاومه الكهربائيه اللي تصير بهاي المنطقه راح تولد لي حراره، هاي الحراره تساعد لي في عمليه الالتحام، بالاضافه للضغط المسلط راح تتم عمليه اللحام. Usually spot welding as also other electric resistance welding machines are automatic and work on the following weld cycle. طبعا عمليه اللحام هنا تكون اوتوماتيكلي يعني بدون ما يحتاج مثل ما اخذنا بالجاز ويلدنج او الالكتريك ارك ويلدنج النوعين السابقين. انه نحتاج مشغل، لا هنا ماشين، ومن خلال هاي الماشين فقط يتم تشغيلها وتتم عمليه اللحام. الستيبس في هاي عمليه اللحام للكتريك ريزيستنس ويلدنج او السبوت ويلدنج هي النقطه الاولى انه سكويز ذا تو ميتال بيسز، انا عندي قطعتين معدنيتين نضغطهم مع بعض توجذر وذ لايت بريشر مع ضغط خفيف، يعني نطابقهم ونضغطهم بضغط خفيف. باس هيفي الكتريك كارنت فور ا فيري بريف تايم تو اوبتين كوليسنس تمبرشر. هسه نمر تيار كهربائي عالي لفتره قصيره جدا حتى نحصل على حراره اللي تسمى بالكوليسنس تمبرشر، حراره الالتحام. النقطه الثالثه ابلاي بريشر، يعني بعد ما نحصل الكوليسنس تمبرشر شو نسوي؟ ابلاي بريشر اند هولد فور سم تايم، راح نسلط الضغط ونخليه مسلط لفتره قصيره. بعد ما يتم يعني يتم تبريد القطعه نقطه الالتحام ريموف ذا بريشر، النقطه الرابعه والاخيره هي ريموف ذا بريشر، نزيل الضغط. The whole cycle takes just a few seconds، كل هاي العمليه تاخذ few seconds يعني ثواني قليله. Welding current may heat up the spot in less than a second. طبعا التيار اللي راح نمرره يسخن لي القطع المعدنيه خلال ثانية واحدة. This process is extremely suitable for mass production work and is extensively used for fabrication of automobile bodies, railway coaches, steel furniture وتطبيقات كثيرة. هنا يقول لأنه العملية سريعة جدا فممكن نستخدم هذه العملية اللي هي الالكتريك resistance welding لحام المقاومة الكهربائية أو السبوت welding، يمكن نستخدمه في عمليات لحام يعني كبيرة، يعني ممكن نلحم
قطع معدنية كثيرة بهاي الطريقة، لأنه العملية جدا سريعة. ولذلك فتشوف تطبيقات هذه الالكتريك ريزيستنس ويلدنج، هي ممكن تشوفها بالاوتوموبايل بوديز، بالسيارات، بالريلوي كوتش، بشاحنات او عفوا حاويات القطارات، الستيل فيرنشر، الاثاث اللي مصنع من الستيل، تطبيقات كثيره. One variation of spot welding process is called projection welding process. اكو عندنا شيء يسمى بالبروجكشن ويلدنج بروسيس بالسبوت ويلدنج. ان ذيس بروسيس at least one metal part has projections or depressions made by some previous pressing operations. هنا عندنا ممكن يتم عملية ضغط، وهذا الشكل يمثل لي البروجكشن ويلدنج. هذا النوع اللي هو احد انواع السبوت ويلدنج، يتم هي نفس المبدا السبوت ويلدنج، فقط هنا عندنا الكترود شكله يكون بهذا الصوره، والقطعة المعدنية تكون على هالطول هذا، القطعة المعدنية الثانية تكون بهاي الصورة، ممكن تكون فلات وممكن تكون كيرفت مثل ما موجود هنا. فعندنا هذا الالكترود وهذا عندنا الالكترود، عندنا فورس منه وفورس منه، وعندنا هذا الاي سي باور المصدر التيار الكهربائي. فهذا يسمى بالبروجكشن ويلدنج. فرق عن السبوت ويلدنج انه تشوف هناك تتم السبوت ويلدنج من نقطة واحدة، هنا لا، على طول هالقطعتين ممكن تتم عملية اللحام. ليش؟ لانه الالكترود تشوفه بهالعرض هذا على عرض القطعة المعدنية، فالتيار الكهربائي اللي راح يمر منه هو نفسه يمر منه ويمر منه، فعلى طول هاي القطعة المعدنية راح يتولد، تصير عندنا مقاومة كهربائية، وهاي المقاومة راح تولد للحرارة، وهاي الحرارة راح تساعد في عملية الالتحام. فهذه هاي عملية تسمى بالبروجكشن ويلدنج. فهنا يقول لك the cycle remains same and on passing current all projections will heat up and get welded. هاي العملية اللي سميناها بالبروجكشن ويلدنج هي بالضبط هي نفس السبوت ويلدنج، نفس المبدأ، نفس البرنسبلز، ما تختلف أي شيء عن السبوت ويلدنج. الباقي عندنا أي سي باور، عندنا باور، عندنا تو الكترودز، عندنا القطعتين المعدنيتين. الاختلاف الوحيد بالسبوت ويلدنج راح تكون اللحام على شكل راوند بوينت، يعني نقطة صغيرة مدورة، هنا على طول القطعة المعدنية. النوع الثاني من الالكتريك ريزيستنس ويلدنج يعرف بالسيم ويلدنج بروسيس. السيم is produced by overlapping spot weld. هنا هو نفس عملية، طبعا نفس المبدأ ونفس البرنسبلز بالسبوت ويلدنج، أيضا هنا نفس الحالة، عندنا أي سي باور، عندنا الكترودز، بس الاختلاف هنا شيء يكون القطعتين المعدنيتين overlapping spot welded، يعني تكون على اللحام يكون على طول القطعتين المعدنيتين. The seam welding machine is therefore similar to spot welding، مشابهة للسيم ويلدنج ماشين، هي مشابهة للسبوت ويلدنج ماشين. الماكينتين نفس الشيء. But in the seam welding machine the electrodes are in the form of copper roller. هنا الاختلاف، طبعا الالكترود ايضا مصنعات من الكبر، بس شكلها يكون على شكل رولر، يكون على شكل رولر. The two work piece which are to be joined fast between the roller. The rollers exert a pressure on the work piece and also often rotates the same time. هنا الرولر شنو فائدتهم؟ فالطلاب فقط اتخيل العملية هنا بالسيم ويلدنج. مثلا على سبيل المثال، اذا اجينا هنا للبروجكشن ويلدنج او السبوت ويلدنج، تشوف الالكترود يكون شكلها مثل الاسطواني هنا، مثل ما موجود مثل ما تشوفون، وهي القطعتين المعدنيتين. اذا جينا للسيم ويلدنج شكل الالكترود يكون على شكل رولر، وهاي الرولر علويه وسفليه، والقطعتين المعدنيتين راح نخلي بين هذين الرولر، التيار الكهرباء راح يمر من خلال الرولر للقطعه المعدنيه. بنفس الوقت هاي الرولر تدور وبنفس الوقت تضغط على القطعة المعدنية. فنشوف فائدة الرولر ايش قد، انه الرولر تعني الالكترود، انه يتمر من التيار الكهربائي من خلاله للقطعة المعدنية، بنفس الوقت تدور وبنفس الوقت تسلط ضغط على القطعة المعدنية. فهذا يعرف بالسيم ويلدنج بروسيس. يبقى المبدأ ونفس الحالة، انه التيار الكهربائي راح يمر من الالكترود اللي هو على شكل رولر، يتحول للقطعة المعدنية بسبب هذا التيار الكهربائي العالي، القطعة المعدنية راح تولد لمقاومة كهربائية، هاي المقاومة الكهربائية راح تولد لحرارة. الرولر بنفس الوقت
راح تسلط ضغط تدور، وهذا الضغط يسلط ضغط على القطعة المعدنية، فإمتى ما تولدت سميناها حرارة الالتحام أو حرارة اللحام هي الكوليسنس تمبرتشر، وبسبب الضغط راح تتم عملية اللحام. النوع الثالث من أنواع الإلكتريك ريزيستنس ويلدينج اللي هو البوت ويلدينج بروسيس. احنا أخذنا أول نوع اللي هو السبوت ويلدينج، النوع الثاني أخذنا السيم ويلدينج، النوع الثالث هو البوت ويلدينج بروسيس. الويلدينج تو ويلدينج تو بيسز اوف ميتال توجذر اند تو اند. هنا العمليه تتم لحام قطعتين معدنيتين من اطرافهم الطرف الى طرف، اللي هو موجود مثل ما تشوفون هنا بالشكل هذا. عندي هاي قطعه معدنيه وهاي قطعه معدنيه، يتم لحامهم بالطرف من هاي اطرافهم، هذا الطرف يلتحم بهذا الطرف الثاني. نفس الحاله عندي هنا اي سي باور تيار كهربائي مرتبط بهاي القطعه وهاي القطعه. هنا الفرق ايش عندي؟ عندي كلامبس يعني مثل القوابض، تشوفون هاي المخططه، هاي كلامب وهاي كلامب وهاي كلامب وهاي كلامب، هو من خلالهم يتم تحول تيار كهربائي. يعني احنا بالسبوت والدنج وبالسيم والدنج كان عندنا الكترودز، هنا لا عندنا نسميهن مقابض اللي هي الكلامبس، من خلالها يتم تحويل تيار كهربائي، فهذا بالبوت والدنج. It's called butt welding. In butt welding, the ends are cleaned and made square so that the two pieces touch each other over the entire cross section. هاي هنا نقطة جدا مهمة بال butt welding process. احنا قلنا راح نلحم القطعتين المعدنيتين من اطرافهم، فمثل ما تشوفون هاي قطعة معدنية وهاي قطعة معدنية. قبل ما نبدا بعمليه اللحام انه لازم تنظف الاطراف، هاي النهايات تنظف قبل ما نجي نطابقهم، بنفس الوقت لازم يكونون متطابقين على طول على طولهم، فلذلك لازم مثلا على سبيل المثال هاي القطعه المعدنيه اذا كان طرفها هذا كيرفد منحني هالشكل، فيجب انه يقطع ونسويه بهالصوره بشكل فلات، والقطعه الثانيه لازم تكون فلات بحيث لما نطابقهم لازم ما يكون عندنا اي فجوات بيناتهم. فهذا اللي نقصده هنا the ends are cleaned ينظفون and made square على شكل مربع سوداء او فلات، خلينا نقول so that the two pieces، لذلك يعني القطعتين المعدنيتين touch each other over the entire cross section، على طول المقطع العرضي مالتهم لازم يكونوا متطابقين. One piece is held in a stationary clamp and the other piece is movable clamp. فهنا عندنا هذا الستيشنري كلامب، هذا كلام ثابت غير متحرك، وهذا عندنا موفابل كلام، يعني الكلام يعني تعني المقابض مثل المقبض يلزم لي هاي القطعه المعدنيه، فهذا المقبض اللي يلزم لي هاي القطعه المعدنيه هو يكون ثابت، والمقبض هذا اللي يلزم لي هاي القطعه المعدنيه يكون موفابل يعني متحرك. The movable clamp bring the two pieces to be welded together end to end. Then the current is switched on, heating the ends quickly. Then the movable B clamped close and with the pressure and hold the two pieces together under the pressure until the butt weld is made. Obviously, the material around the joint upset and has to be cut and threw away. فهذا يشرح لي عملية هذا الباراجراف. يشرح لي عملية البوت ويلدنج بروسيس. مثل ما تشوفون طلاب، احنا قلنا أول شيء لازم ننظف الأطراف هاي القطع المعدنية. عندنا هذا ستيشنري كلامب اللي هو المقبض الثابت، نجي نثبت به هاي القطع المعدنية. الموفابل كلامب المقبض المتحرك، نجي نثبت به هاي القطع المعدنية الثانية. فهذا يكون ثابت، هذا بسبب أنه متحرك فنجيبه لحد ما يكون تماس مباشر ويا القطعه المعدنيه، خلينا نسمي هاي الاولى. مثل ما تشوفون هنا ما لازم يكون عندنا اي فجوات، لازم يكون السطح فلات تماما فيكون تاتش ما به اي فجوات. راح نمرر هذا التيار الكهربائي. هذا التيار الكهربائي يجينا منين؟ من الاي سي باور، يروح للمقابض للستيشنري كلامب وللموفابل كلامب، هم هذول بدورهم يحولون التيار الكهربائي للقطع المعدنيه. فلما يجي هنا يمر بهاي المنطقه بسبب المقاومه الكهربائيه راح تتولد الحراره. هاي الحرارة تساعد لي على الالتحام بيناتهم، وبنفس الوقت شو راح نسلط الضغط، الضغط يجينا من الابسيتنج بريشر فقط من هالطرف هذا،
لان لما ننسح هذا هنا هاي الكلامس على المقابض الثابته غير متحركه، فالضغط يجينا من جهه واحده من هاي الجهه فقط، وبسبب هذا الضغط وبسبب الحراره اللي تولد عندي هنا راح يساعد لي على عمليه الالتحام. بعد ما تتم عمليه الالتحام وتبرد هاي المنطقه، واكيد احنا اوريدي وقفنا التيار الكهربائي، راح نرفع الضغط راح يصبحن قطعه واحده. فهذا يعرف بالبات ويلدنج بروسس. جينا للنوع الرابع من انواع الالكتريك ريزيستنس ويلدنج، وهو النوع الرابع والاخير من انواع المقاومه لحام المقاومه الكهربائيه اللي يعرف بفلاش بات ويلدنج بروسس. In this process, the end preparation is not so detailed as an upset butt welding process described above, and the ends need not be dead square. هنا فرق الفلاش بات ويلدنج عن البات ويلدنج. هنا قلنا الأطراف يحتاج لهم تحضير وترتيب قبل ما نبدأ بعملية اللحام. التحضير والترتيب أنه ننظفهم، نجعلهم فلات يعني بهاي الصورة، لازم نطابق وما يكون عندنا اي فجوات بيناتهم. بالبات ويلدنج عفوا بالفلاش بات ويلدنج بروسس هاي كلها العمليه ما نحتاج لها. In this case the current is switched on before bringing the two ends to be weld close together. هنا التيار الكهربائي راح نسلط على القطعتين المعدنيتين قبل ما نروح نطابقهم مع بعض ونلامسهم مع بعض. This results in flashing as the two ends almost touch each other but have a little gap between them. هنا اللي راح يصير عندي شنو؟ انه انا سلطت التيار الكهربائي على القطعتين المعدنيتين كل واحده على حده، بعدهم ما متلامسين القطعتين، فالتيار الكهربائي مسلط عليهم، راح نجي نقاربهم مع بعض، فقبل ما يوصلون بحاله التماس راح يصير عندي فلاشنج بهاي المنطقه بسبب التيار الكهربائي اللي قاعد يمر بيهم، وقاعد نقاربهم لحد ما يوصلون بحاله التماس يصير عندي فلاشنج. هذا الفلاش يعني الومضه راح تولد لي حراره، هاي الحراره راح نستخدمها في عمليه الالتحام. This flashing or arcing generate heat on the two metal and heat up to coalescence temperature. مثل ما قلت انه هاي الومضه الفلاشنج اللي يصير راح تولد لي هاي الحراره، هاي الحراره راح تساعد لي في التحام هاي القطعتين المعدنيتين، والضغط اكيد راح يكون مسلط ايضا. Current is then switched off. بعدها بعد ما تصير هاي الومضة وبعد ما تتولد حرارة راح نوقف التيار and the two ends are brought together under pressure ونسلط الضغط عليهم to complete the pressure weld. In this case also a little upsetting of material around the joint surface will take place which may be get rid of by grinding. طبعا هنا أنا بالبات ويلدنج والفلاش بات ويلدنج اكو شيء راح يصير عندنا، انه تشوف هنا ممكن بهالمنطقه راح يصير يعني حواف زائده بسبب الحراره راح تصير والضغط، فممكن انه راح يصير عندي معدن زائد بهاي المنطقه ومعدن زائد بهاي المنطقه، فهذا ممكن نسوي له جرايندنج او عمليات تشغيل اخرى حتى نزيله من هالمنطقه هاي. فهذا كل ما يخص الالكتريك ريزيستنس ويلدنج، اللحام المقاومه الكهربائيه. مثل ما قلت انه المبدا يتم بهاي العمليه، انه عندي تيار كهربائي عالي نسلطه على القطعتين المعدنيتين. شلون نسلطه؟ راح يختلف من طريقه الى طريقه اخرى. فمثلا على سبيل المثال بالسبوت ويلدنج يتم عن طريق الالكترودز، ممكن مثلا بالبات ويلدنج يتم عن طريق المقابض. فيعني حسب تسليط التيار الكهربائي راح نسمي الطريقه. فبس المبدا هو واحد، انه انا تيار كهربائي، اول شيء انه انا عندي قطعتين معدنيتين اللي الحمهم، فراح امرر تيار كهربائي بهاي القطعتين. هذا التيار الكهربائي العالي راح منطقه التماس بين القطعتين راح تصير عندي مقاومه كهربائيه، هاي المقاومه الكهربائيه راح تولد لي حراره، هاي الحراره راح تساعد في الالتحام بين هاي القطعتين، بس ما راح يكون كافي لاتمام عمليه اللحام، فايش احتاج بهاي المرحله او بهاي المرحله راح احتاج برجر ضغط يسلط على القطعتين المعدنيتين، هذا البرجر راح يساعد في عمليه الالتحام وتتم عمليه اللحام بشكل كامل. فهذا بشكل مبسط انه الالكتريك ريزيستنس ويلدنج لحام المقاومه الكهربائيه. نعم طلاب، هسه نجي للسولدرنج اند برايزنج اللي هو ايضا نوع من انواع اللحام
واللي اغلبكم سامعين بالسولدرينج او ممكن بعضكم سامع البريزنج. هي نوع من انواع اللحام اغلبها نستخدمها بلحيم الوايرات او البوردات الكهربائيه. هسه هنا راح نعرف شنو فرق السولدرينج عن البريزنج عن اللحام الاعتيادي اللي اخذناه بمحاضره اليوم والمحاضرات السابقه. فالسولدرينج اند برايزنج ار الاين جوينينج بروسيس، هو عمليه ربط ايضا، يعني مثل ما موجود باللحام هو عمليه ربط بين قطعتين معدنيتين، هنا ايضا بالسولدرينج والبريزنج هو عمليه ربط بين قطعتين معدنيه. The main difference between welding and on one hand and soldering and brazing on the other hand is that الفرق الرئيسي بين الويلدينج وبين السولدرينج والبريزنج هو كالتالي: ان ايذر سولدرينج او برايزنج. طبعا السولدرينج والبريزنج هم نفس العمليه، فراح ناخذهم بجانب واحد. فيقول لك انه ايذر السولدرينج او البريزنج بروسيس ذا تمبرتشر يوزد ار نوت هاي انف، درجه الحراره المستخدمه بعمليه السولدرينج والبريزنج هي ما تكون عاليه جدا بحيث توصل للميلتنج بوينت of parent metals للقطعتين المعدنيتين اللي نلحمهم. احنا باللحام اذا تذكرون مثلا بالغاز ويلدينج وبالالكتريك ارك ويلدينج قلنا نرفع درجه الحراره، الحراره ترتفع اذا نريد نربط قطعتين معدنيتين، فلنرفع الحراره، الحراره اللي راح تتولد منطقه الربط تكون عاليه جدا توصل الى درجه انصهار القطعه المعدنيه بهذيك النقطه بهذاك المقطع، وبعدين تتم عمليه الربط. هنا بالسولدرنج والبريزنج لا، الحراره ايضا حراره راح نستخدم بس ما تكون عاليه جدا بحيث توصل الى درجه انصهار القطعه المعدنيه اللي نريد نربطها. The difference in soldering and brazing is again based on temperature consideration. In soldering temperature up to بالسولدرنج درجه حراره توصل لهذا حدود ال 427 درجه سيليزيه، في حين بالبريزنج توصل هي اكثر من 427 درجه سيليزيه. يعني بالسولدرينج هي اقل من البريزنج، بس بالعموم السولدرينج والبريزنج هم اقل ما موجود بالوالدنج. بالوالدنج اذا تذكرون قلنا بحدود 3300 وبحدود ال 5000 وكسور، هنا لا، بالسولدرينج لحد ال 427، اذا ارتفعت عن ال 427 فنتحول للبريزنج. فهسه الفرق الرئيسي بين الوالدنج بين اللحام وبين السولدرينج والبريزنج هو درجه الحراره المستخدمة في عملية ربط المعادن. بالويلدينج باللحام درجة الحرارة تكون جدا عالية بحيث توصل إلى صهر المعدن، في حين بالسولدرينج والبريزنج لا، درجة الحرارة تكون واطئة بحدود ال 427 بالسولدرينج، بحدود ال 4 أكثر من 427 بالبريزنج. فهذا الفرق الرئيسي بين السولدرينج والبريزنج وبين اللحام. إذا جينا للسولدرينج بروسيس، السولدرنج is a process of joining two metal مثل ما قلت انه هو عملية ربط قطعتين معدنيتين by means of a low temperature fusible alloy called solder applied in molten state. السولدر للريح هنا هو عملية، اذا نجي على تعريف السولدرنج هو ايضا عملية ربط بين قطعتين معدنيتين باستخدام مولتن سولدر. هذا السولدر اللي نستخدمه هو يكون بدرجة حرارة سائلة او عفوا درجة حرارة الانصهار بحيث يكون سائل، هذا يساعد لي في ربط القطعتين المعدنيتين اللي نريد نربطهم. Solder are alloys of low melting points metals like lead, tin, cadmium and zinc. هسه نجي السولدر مين يتكون؟ شنو بالاساس السولدر؟ السولدر هو يتكون من المواد معدنيه تكون درجه انصهارها جدا واطئه. على سبيل المثال الرصاص، الليد، التن القصدير، الكادميوم، الزنك، هذني اللي يستخدمون في تصنيع السولدر. Of these tin lead alloy، إذا جينا للرصاص قصدير alloy، سبيكة الرصاص والقصدير are most common and are called soft solders. هن هي أكثر سبيكة تستخدم في عمليات السولدرينج اللي هي سبيكة الرصاص والقصدير. Combination of النسب بين، يعني هسه هي سبيكه احنا راح نستخدم بين من الرصاص والقصدير، من الليد والتن. شو قد نسبه الرصاص وشو قد نسبه القصدير؟ هسه راح نعرف. كومبينيشن اوف 62% 62% رصاص ليد اند 38% تن قصدير. يعني هاي السبيكه اللي نستخدمها للسولدرنج هي عباره عن 62% رصاص و 38% قصدير. produces the lowest melting point and is called 60-40 solder. الاسم هل خلينا نقول التجاري هي 60-40 solder.
This corresponds to the eutectic composition of lead and tin. هاي ال PP هي تعدين الرصاص lead والSN هو القصدير التن and has a fixed melting point of 183 درجة سيليزية. هاي السبيكة اللي هي من الرصاص والقصدير 62% رصاص و 38% قصدير تستخدم بالسولدرينج درجة انصهارها melting point مالتها هي 183 درجة سيليزية. Increasing tin, إذا زودنا نسبة التن القصدير أكثر من 38% content produce better weighting and flow qualities فراح نحصل على better weighting يعني ممكن تكون خلينا نقول ال viscosity اللزوجة مالتها تكون أقل راح تكون and flow qualities يعني جودة الانسيابية مال هاي السبيكة بحالة انصهار تكون أفضل. Hard solders are also available and have higher melting points. Before applying solder, the surface to be joined are cleaned and هسه نجي بحالة انه هسه عرفنا شنو السبيكة اللي نستخدمها بعملية السولدرينج، شنو مكوناتها، شنو درجة انصهارها، إذا نريد نربط قطعتين معدنيتين بهاي السبيكة بالسولدرينج. فش راح نسوي؟ أول شيء القطعتين لازم الأطراف اللي نريد نلحمهم لازم clean تنظف and flux like نوع من الflux اللي هو الأمونيوم كلورايد is used then the solder is melted and sprayed upon one surface. فالنقطة الثانية بعد ما ننظف القطعتين ونستخدم الفلاكس اللي هو الأمونيوم كلورايد بهاي المنطقة راح نجي خلينا نقول melted the solder السبيكة اللي صولدرية اللي من الصولدر لازم هسه نموحها ونخليها upon one surface في على سطح واحد من القطع المعدنية while the other surface is applied to it under pressure. والطرف الثاني من القطع المعدنية اللي نلحمها راح نشيله ونخليه تحت ضغط القطعة الأولى اللي موجود عليها الصولدر. When the solder solidifies the two pieces get joined. بعد ما يتجمد الصولدر راح نلقى القطعتين المعدنيتين أيضا أصبحوا قطعة واحدة يعني صار بيناتهم joint. The process of soldering does not call for any joint preparation. A common examples of soldering can be seen in joining electrical wires. Soldering أكثر تطبيقاتها هي بالelectrical wires. إذا جينا للنوع البريزنج بروسيس هذاك خذنا هو خلينا نقول السولدرنج البريزنج. البريزنج is a process of joining metals أيضا نفس التعريف هو عملية ربط قطع معدنية مع بعضها with a non-ferrous filler material. هنا نجي المادة اللي تساعدنا على ربطهم بالبريزنج هي non-ferrous filler material مادة غير معدنية غير حديدية. The filler material has a melting point above 427 درجة سيليزية. هاي المواد اللي تساعد اللي هي المواد الغير حديدية اللي قاعد تساعد بعملية ربط هاي القطع المعدنية تكون درجة انصهارها الميلتنج بوينت مالتها هي أكثر من 427 درجة سيليزية. But طبعا هنا هاي النقطة جدا مهمة وهاي الملاحظة مهمة but below the melting point of the parent metals to be joined. يعني لازم تكون أقل من الميلتنج بوينت للقطع المعدنيه اللي نريد نربطها مع بعضها. يعني على سبيل المثال انا مو اجيب قطعتين معدنيتين اللي اريد اربطهم مع بعض درجه انصهارهم خلينا نقول حدود ال 400 فرضا على سبيل المثال درجه انصهارهم حدود ال 400 واجي اسلط البريزنج هذا اصهره واجي اخليه بهالمنطقه فاكيد راح القطعتين المعدنيتين هم راح ينصهرن بسبب درجه انصهارهم الميلتنج بوينت الواطئه جدا. لا أنا هنا لازم أعرف إيش قد الميلتنج بوينت مال القطع المعدنية اللي أربطهم مع بعض وبعد يلا أروح أقرر أقدر أستخدم البريزنج أو لا. فإذا كانت الميلتنج بوينت مالتهم جدا عالية خلينا نقول أكثر من 500 درجة سيليزية فممكن أجيب البريزنج اللي هو درجة صار 427 أخليه بهالمنطقة هاي ما راح يأثر لي على انصهار القطع المعدنية. The filler material is called الفيلر مادة الفيلر اللي هي النون فيروس فيلر تسمى بال السبيلتر سبيلتر تسمى بالسبيلتر. يعني اذا جاك سؤال شنو نقصد شنو ما معنى مصطلح سبيلتر في البريزنج فنجي نقول هو النون فيروس فيلر ماتيريال اللي تستخدم واللي درجه انصهاره يكون بحدود ال 427 درجه سيليزيه اللي تستخدم في عمليه البريزنج في ربط القطع المعدنيه.
In case of brazing, and it must wet the surface to be joined. In brazing, the joint has to be carefully designed and joint prepared with due care. هنا أنا هذا فارق عن السولدرنج، يعتبر نقطة يعني فرق عن السولدرنج. بعملية البرايزنج القطع اللي أريد أربطها مع بعض أو العملية بكاملها تحتاج يعني دقة أكثر مما موجود بالسولدرنج. فالقطع المعدنية اللي أريد أن أربطهم مع بعض لازم يترتبون ويتنظفون، وبعدين بعملية البرايزنج لازم تحتاج دقة جدا عالية في عملية الربط. When splitter is molten, splitter هو قلنا non-ferrous filler material, it flows into the joint clearance by capillary action and filler up all vacant spaces. هنا بعملية البريزنج انه انا شو اسوي؟ القطعتين اللي اريد اربطهم مع بعض لازم انظفهم تنظيف كامل، اجي اخليهم بتماس مع بعضهم يعني من المنطقة اللي أريد ألحمهم أو أربطهم مع بعض، خليهم بتماس، بعدين أجيب السبليتر اللي هو بالحالة السائلة يعني أموعه وأوصل الحالة السائلة، أخليه أنزله على بالمنطقة بالجوين بالمنطقة الربط بين القطعتين المعدنيتين، فهو راح من خلال الكابيلاري الخاصية الشعيرية انه راح يروح يمتد بين المنطقتين بالجوين هذا، وهو حالة سائلة فراح ينشر لي كل يعني يملي لي كل الفجوات اللي موجودة بين بنقطة التماس. بعد ما يتصلب راح نلقى انه اصبح القطعتين ارتبطوا مع بعضهم بواسطة هذا السبليتر واصبحوا قطعة واحدة. Since higher temperature are involved in brazing a light alloying action at the surface layers of parent metals takes place. This leads considerable strength to the braze joint. يعني بالبريزنج نحصل على joint منطقة ربط أكثر وأقوى مما موجود هو بالسولدرنج. Brazing may be done with the help of oxyacetylene brazing torch. طبعا هسه احنا هذا المصطلح ماخذينه احنا بالغاز ويلدنج. الأوكسيأسيتيلين هو عبارة عن غاز، خليط من الغازات من الأسيتيلين ومن الأكسجين مع بعضهم، فهذا الخليط من الغاز ممكن نستخدمه أيضا في عملية البريزنج بالبريزنج تورش، أنه حتى شو نقول حتى مو إحنا السبليتر هاي المادة الفيلر لازم نصهرها، فحتى نصهرها نحتاج الحرارة، الحرارة هاي ممكن نستخدمها من خلال الأوكسي أسيتيلين، هذا الخليط من الغازات بحالة حرقه راح يولد لي حرارة عالية ممكن يساعدني في صهر هاي. Or the heat may be produced by induction add currents. أو ممكن الحرارة اللي تستخدم في صهر السبليتر في عملية البريزنج أيضا نستخدم عملية الحث الكهربائي. عملية الحث الكهربائي أيضا تولد لي حرارة تساعدني في صهر البريزنج. Sometimes electrical furnace are also used. أو ممكن نجيب الفرن كهربائي ونجيب هاي المادة السبليتر نخليها بالفرن نرفع درجة حرارة الفرن حد ما يصهر لي ويموع لي هاي السبليتر ونقدر نستخدمها في عملية البريزنج. Common brazing filler materials are silver. أكثر أنواع البريزنج اللي تستخدم هي السيلفر، الفضة، الكبر، نحاس، الكبر زنك، ألوي، الكبر فسفوريت، الألمنيوم، سيليكون، الكبر جولد ألوي. فهاي المواد اللي ممكن نستخدمها في عملية البريزنج اللي ممكن تساعدني في عملية البريزنج. إحنا أخذنا بالسولدرنج قلنا المواد اللي هي ممكن تكون السولدرنج يكون مصنع من الليد او التين، الكادميوم او الزنك. هنا اذا جينا للبريزنج فالمواد اللي تستخدم في تصنيع البريزنج ممكن تكون من هي من السيلفر او الكبر او الكبر زنك، كبر فوسفور، الومنيوم، سيليكون، اند كبر جولد الوي. ذيس الويز ار افيلابل از وايرز رود بريفورمد رينجز اند ان باودر فورمز. شكل هاي المواد اللي هي خلينا نقول البريزنج او الفيلر هذا يكون موجود على شكل وايرز، شكل وايرات او رودز، قضبان، بريفورمد رينجز او على شكل حلقات، او ممكن موجود على شكل باودر يعني بالاسواق. البريزنج تمبرتشر يوجوالي رينج فروم درجه حراره البريزنج هي تتراوح احنا قلناها اكثر اعلى من 427، لانه اذا صارت اقل من 427 راح اروح على السولدرنج
اكثر من 427 هي تكون البرايزنج، فهي تتراوح ما بين 427 درجه سيليزيه وال 1200 درجه سيليزيه. هنا ايضا مثل ما موجود بالسولدرنج، الفلوكسز كومونلي يوزد ار بوراكس فلورايدز اند فلورايدز اوف بوتاسيوم صوديوم اند ليثيوم. الفلوكسز اللي تستخدم ايضا هنا هي نفسها بالسولدرنج والبرايزنج، هي تكون مصنعه من هاي المواد، ومثل ما اخذناها باللحام الفلوكسز ايضا كانت مصنعه من نفس المواد هذه. Most common example of brazing كمثال على عملية البرايزنج can be seen in the brazing of high strength steel في سبائك أو مواد ال high strength steel and tungsten carbide tipped tools. فهاي التطبيقات هنقول البرايزنج ممكن نشوفها بال HSS HSS اللي هو ال high strength steel أو بال tungsten carbide اللي هو carbide tungsten أو tipped tools. فهذا كل ما يخص محاضرة اليوم اللي هو أخذنا بها النوع الثالث من أنواع اللحام اللي هو الالكتريك ريزيستنس ويلدنج، وأيضا أخذنا النوع الثاني خلينا نسميه من أنواع من اللحام، أخذنا اللحام الاعتيادي وأخذنا أيضا اللحام النوع الثاني هو السولدرنج أند برايزنج.